مرحبا بكم مستمعينا اينما كنتم، سواء داخل المغرب او لا خارجه، على اثير اذاعتنا R212 لا ويب راديو دي ماروكان دو موند، اول اذاعه في الويب موجهه خصيصا لمغاربه العالم. وكما العادة مستمعين فقرة نجومك كرفقكم في إطلالة في آخر أخبار نجوم الساحة الفنية الوطنية والدولية. وبداية مع الفنان المغربي سعد المجرد، وفي إطار التشويق الجديد والفني اللي كيجمعوا بالفنانة التونسية يسرى محنوش، تقاسم سعد بوستر العمل ديالو الجديد مع جمهوره صفحته الشخصية على انستغرام، واللي من المرتقب أن يفرج عنه اليوم بقناته الرسمية على يوتيوب. وسيحمل العمل الفني عنوان عندي فكرة، وهي من كلمات الشاعر رامي العبودي، بينما أشرف الحمداوي على توزيعها. يجدر بالذكر أن آخر عمل غنائي لسعد المجرد كان عبارة عن الأغنية المغربية الهندية قولي ماتا، اللي جمعته بالفنانة الهندية شيريا غوشال، واللي وصلت نسبة مشاهدتها ل 266 مليون مشاهدة في ظرف 6 شهور. وانتقلوا مستمعين المغني المغربي الشاب زكريا الغافولي، واللي طرح احدث اصداراته الغنائيه المستوحاه من التراث المغربي ديالنا، ذلك عبر قناته الخاصه على منصه يوتيوب، وحمل العمل الجديد عنوان هكا عجبني انا، كلمات من التراث المغربي الاصيل، الحان زكريا غافولي ومصطفى جورج. اما التوزيع الموسيقي فكيعود المايسترو عادل الخليفي. من الجدير بالذكر ان اخر عمل زكريا حمل عنوان في الهوى سوا، تعاون مع الرئيس العربي المغارن، واللي وصلت لحد الساعة 2 مليون مشاهدة. ونختم مستمعينا فقرة نجوميك بالملحن والموزع الموسيقي المغربي نبيل الخالدي، واللي أكد أثناء مروره برنامج راشيد شو أن الفنانة سميرة سعيد والفنان سعد المجرد ماشي فنانين عالميين. ووضح الخالدي أن لقب العالمي كيتقال على الفنان المشهور جميع بلدان العالم وليس فقط في الوطن العربي، معتبر أن الفنانة سميرة سعيد ماشي عالمية، ذلك أنها لم تساهم بنشر الأغنية المغربية وأن جميع أغانيها المعروفة هي باللهجة المصرية. أما فيما يتعلق بسعد المجرد، فالخالدي منفاش أنه ساعد في إيصال الأغنية المغربية والدارجة ديالنا لبلدان عديدة، لكن هذا ما كينفيش أنه ما وصلش العالمية يوصل لها الشاب خالد. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة نجوميك. نضرب لكم موعد لا سيمي بروجي نتشي كاملة لاتيري داتكم R212 لا ويب راديو دي ماروكان دي موند.